اوكي، اذا الطلاب قاعد نكمل اليوم المحاضرة مالتنا حول البرايمري سيدمنتيشن تانك او خزانات الترسيب الاولية. بداية راح نعيد المثال اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة، وبعدها نستكمل بقية الامثلة. بعدنا هنا بالمثال الاول: Evaluate the following primary sedimentation tank design with respect to detention time, overflow rate and wear load. يعني المطلوب من عندك شنو؟ انه تسوي عملية تشيك للخزان الترسيب الأولي من ناحية الزمن المكوث والأوفر فلو ريت، أو نسميه احنا بالاس او ار سيرفيس اوفر فلو ريت، وكذلك الوير لود أو حمل هالدار الخروج. تشوف هل القيم مالتها متطابقة ويا المعايير التصميمية أو الديزاين كرايتيريا أو لا. المعطيات مالتك إنه التصريف يساوي 0.15 متر مكعب بير سكند، الانفلوينت سسبندد سوليد يعني تركيزها بالانفلوينت بالمياه الداخله للمحطه هي 280 ملي جرام بير لتر، الافشنسي كفاءه المحطه في ازاله السسبندد سوليد هي 60%، وهنا معطيك ابعاد الخزان لينكث 40 متر وث 10 متر والديبث 2 متر، الوير لينكث طول الدار الخروج يساوي 75 متر، و also find the quantity of settled suspended solid. نفس الوقت يريد من عندك تحسب كمية ال suspended solid اللي تترسب في داخل هذا الخزان. زين، فإذا بداية خلينا نبدأ بالخطوة الأولى، نسوي تشيك المن لل detention time. لنعرف قانون ال detention time يساوي لنا ال volume على التصريف، volume على ال Q. ال volume أجي أحسبه هسه من خلال الأبعاد اللي منطيني إياها، هو 40 في 10 في 2 يطلع عندي 800 متر مكعب. فإذا الـ detention time راح يكون حاصل قسمة الفوليوم على التصريف، الفوليوم 800 متر مكعب، التصريف 0.15 متر مكعب بير سكند، راح تطلع عندك قيمة الـ detention time بوحدات السكند 5333، يعني بحدود ايش قد؟ 1.5 hours. إذا هاي المطلب الأول هو ضمن الحدود التصميمية، لأن احنا قلنا لكم الحدود التصميمية تتراوح بين 1.5 وبين شنو؟ 3 hours. المطلب الثاني الـ SOR Service Overflow Rate. قانون الـ Service Overflow Rate هو شنو؟ التصريف على المساحة السطحية. تصريف 0.15 متر مكعب بير سكند، أحوله إلى شنو؟ أحوله إلى داي، لأن تعرفون أنتم وحدات الـ SOR دائما شنو هي تكون؟ باليوم متر مكعب لكل متر مربع بير داي. يعني شنو معناته متر مكعب لكل متر مربع بير داي؟ أحد يقدر يفسر لي هاي الوحدة؟ يعني دكتور، يعني المتر مكعب المربع من الماي لكل المساحة متر اللي مربع من السطح مالتها باليوم الواحد اللي هو المساحة السطحية متر مربع. يعني أحسنت، كل هذا متر مربع من المساحة السطحية ياخذ متر مكعب أحسنت. باليوم. شنو معناته؟ معناته كل متر مربع من المساحة السطحية للخزان إلى القابلية على تصفية أو معالجة أو ترسيب 23.5 متر مكعب بير دي باليوم الواحد. فإذا التصريف مالتي هو وحداته متر مكعب بير سكند، حولته إلى دي في 60 في 60 في 24. السيرفيس اريا هي طول الخزان في أرض الخزان 40 في 10، لا يطلع عندي الاس او ار 32.5 متر مكعب لكل متر مربع بير دي. سو اتس اوكي. زين، بمعنى آخر هاي الاس او ار شو تمثل لي بنفس الوقت؟ البي اس البي سرعة اس، ترسيب سرعة بأحد دقيقة، أحسنت، سرعة السرعة الترسيب. اللي تزيد 100%. بالضبط، أحسنت. زين، إذا زادت الاس او ار عن قيم المحددات التصميمية شنو معناته؟ ايش راح يصير عندك؟ راح يكون على حساب شنو؟ راح يكون دكتور على، شنو السؤال؟ إذا زادت أنت مثلا على سبيل المثال المحددات التصميمية للاس او ار السيرفيس اوفر فلو ريت هي تتراوح بين يمكن ال 25 وال 40 متر مكعب. anyway خلينا نقول على سبيل المثال هي بحدود ال 25 وال 40 متر مكعب لكل متر مربع بير داي، يعني الماكسيموم 40. اذا كانت اكثر من 40 طلع عندك بالسؤال، يعني خلينا نقول على سبيل المثال طلع عندك 60 متر دكتور على مكعب، الجودة، يمكن جودة أقل، شنو جوده؟ لا فسر لي جودة اياها، ما هي مو يصير جوده، ترسيب 100%. راح يكون على حساب الترسيب، راح يكون على حساب كفاءه الخزان. اوكي، هو الجودة يعني الكفاءة مال اي كفاءه، يعني يكون على حساب الكفاءه الخزان في الترسيب. زين، اذا هذا طلع ضمن المحددات التصميميه. اتس اوكي. اجي هسه احسب المطلب الثالث، الهايدروليك لودنج وير. الهايدروليك لودنج وير مثل ما تعرفون هو حاصل قسمه التصريف على طول هالدار الخروج، length of the wear. التصريف 0.15
حول كذلك إلى داي في 60 في 60 في 24 لين تكتب زاوية اللي تساوي لنا 75 راح تطلع القيمة 172.8 متر مكعب. هذه ليست متر مربع وإنما متر لكل وحدة طول بير داي. أوكي نعم جيد. زين المطلب الأخير شو من عندك؟ Find the quantity of settled suspended solid. احسب كمية المواد الصلب العالقة اللي راح تترسب في داخل الخزنة. هذه مين احسبها؟ هذه احسبها من خلال كمية اللود الداخل المن إلى خزان الترسيب وكذلك كفاءة الخزان في إزالة هذا اللود. زين كمية اللود الداخل إلى خزان الترسيب مال suspended solid شلون احسبه؟ التركيز في التصريف. أحسنت، هو حاصل ضرب التركيز تركيز suspended solid في التصريف 280 ملغ بير لتر في 0.15 متر مكعب بير سكند. لازم أوحد الوحدات هذا اللتر، فش أسوي اللتر لازم أحوله إلى شنو؟ متر مكعب. أحوله إلى متر مكعب، فش أسوي؟ راح أقسم على ألف. الملي جرام أحولها إلى جرام، لازم شو اسوي؟ مقسمها على الف، راح اقسم على الف، اذا راح يختصر الالف ويا الالف، فاذا 280 ملغ بير لتر هي نفسها ال 280 جرام للمتر المكعب. اجي اضرب هذا التركيز في التصريف 0.15 متر مكعب بير سكند، احول السكند الى دي في 60 في 60 في 24 واضربها بمن؟ بالكفاءه، في كفاءه الخزان في الترسيب اللي هي ايش قد 60% 0.6. راح تطلع عندك كمية المواد المترسبة في داخل الخزان بحدود ايش قد؟ 2177 كيلو جرام باليوم الواحد. كلير طلاب؟ واضح؟ نعم دكتور. جي ناخذ هسه مثال ثاني دكتور، اذا يريد يريد كمية خارجة من الخزان هي 40%. هاي قلت لكم تحسبوها انتم شلون الكمية الخارجة من الخزان، يعني شلون ال 40% اللي ما ترسب كفاءة. بالضبط بالضبط، هو اللي متبقي اللي هي ال 40%. يعني 40% نضربها في التركيز في التصريف. بالضبط نعم اوكي طلاب. اوكي دي. دكتور بس اكو طالب دز لك طلب بانضمام اذا ممكن توافق عليه. او شو تسوي؟ اللود الداخل حسن، اللود الداخل ناقص اللود المترسب، ايش راح يطلع عندك؟ هم يطلع اللود الغير مترسب، اللود الغير الخارج مترسب. يعني بالضبط. زين هسه السؤال الثاني، ديزاين ا برايمري سيديمنتيشن تانك فور 60% سسبندد سوليد ريموفال. ذا انفلوينت فلو از 10000 متر مكعب بير داي، اسيوم ديتينشن تايم اوف 2 اورز، اولسو فايند ذا سيتل سسبندد سوليد and effluent sludge if the effluent suspended solid 2000 ملغ بير لتر. هنا المطلوب من عندك بهذا السؤال تحسب او تسوي ديزاين تصميم لخزان ترسيب اولي قادر على ازاله او بنسبه كفاءه ازاله 60% فيما يخص suspended solid، ومعطيك كميه التصريف الداخل هو 10000 متر مكعب بير دي، زمن المكوث في داخل هذا الخزان هو 2 اورز، وبنفس الوقت شريد من عندك also find the settled suspended solid and effluent sludge if the يعني كمية المواد المترسبة والمواد اللي راح تخرج من الخزان. إذا كان معلوم عندك التركيز الـ suspended solid في الـ influent هو بحدود 2000 ملغ بير لتر. شنو الـ influent؟ الحمل الداخل. لا لا الـ influent معنى كلمة influent يعني معناته شنو؟ الخارج. لا influent influent هاي influent flow معناته شنو؟ معناته التصريف الداخل. effluent flow تصريف الخارج. التصريف الخارج، ففرق بين effluent وفرق بين influent. نعم. هذا in وهذا out. اوكي اوكي زين شو عندنا احنا؟ اكو عندنا مخطط مثل ما تلاحظون هسه بهذا الشكل، هو يوضح لك العلاقة بين Service Overflow Rate لخزانات الترسيب الأولية بوحدات المتر مكعب لكل متر مربع بير دي
وكذلك نسبة إزالة الـ BOD والـ Total Suspended Solid. شنو يعني؟ يعني إذا أنت صممت الخزان الترسيب الأولي مالتك بـ SOR 40 متر مكعب لكل متر مربع بير داي، هذا شنو معناته؟ معناته هذا الخزان إذا صممت على هاي 40 من تجي تصعد تصق على الكيرف مالت الـ BOD وبعدين تجي تنتقل هنا عمودي على الواي اكسس، راح يعطيك نسبة ازالة البي او دي اللي حيحققها هذا الخزان. يعني صمم على اساس 40، اذا نسبة ازالة البي او دي ايش قد راح تكون؟ راح تكون بحدود 33%. بينما من تجي تكمل الخط العمودي مالتك تروح تسقط على اليمين على الكيرف مال التوتال سسبندد سوليد، هذا معناته ايش قد راح يحقق لك نسبة ازالة لهذا الخزان اذا صممت على 40 بحدود ايش قد؟ تقريبا بحدود خلينا نقول 58 او 59 بالمئة. زين، هنا هو شو يريد من عندي بهذا المثال مالتي الخزان الترسيب اللي اصلا مش قد يحقق لي نسبه ازاله سسبند السوليد 60%. اذا هنا العمليه راح تنعكس، اجي خلي اشوف هو يريد 60% سسبند سوليد، اذا انطق ابدي من 60% على الكيرف مال سسبند سوليد، بعدين انزل عموديا على الاكس اكسس راح يعطيني الاس او ار اللي المفروض اصمم على ضوء خزان الترسيب مالتي. فاذا ل 60% ريموفال اوف سسبندد سوليد معناته الاس او ار لازم ايش قد راح يطلع عندي من خلال المخطط 37 متر مكعب لكل متر مربع بير داي. وبنفس الوقت هاي قيمه الاس او ار ايش قد راح تعطيني نسبه ازاله بي او دي كذلك من الرسم هي بحدود 33%. فإذا حتى أحقق نسبة إزالة suspended solid 60% لازم أصمم الخزان مالتي على أساس SOR شقد؟ 37 متر مكعب لكل متر مربع بير داي، أو مختصرين المتر مكعب ويا المتر مربع باقي متر بير داي، نفس الشيء نفس الوحدة هي معناتها. أوكي زين، استخرجنا قيمة الـ SOR طلعت عندي 37. زين، احنا نعرف انه الـ SOR شي يساوي الكيو على المساحة السطحية، التصريف على المساحة السطحية. اذا التصريف اني معلوم عندي والـ SOR معلوم عندي، راح استخرج المساحة السطحية مال هذا الخزان. الكيو هو 10000 متر مكعب بير داي، 10000 متر مكعب بير داي هذا التصريف، لس اور 37 متر مكعب لكل متر مربع بير داي، طلعت عندك المساحه السطحيه ايش قد تساوي؟ 270 متر مربع. زين، لنفرض انه انا راح استخدم سيركولر سيدمنتيشن تانك، خزان ترسيب اولي من النوع شنو؟ الدائري. اذا المساحه السطحيه لخزان الترسيب الدائري شو تكون؟ باي دي سكوير على 4، الاري هي 270 في باي دي سكوير على 4، اذا راح يطلع عندك الدايمتر ايش قد؟ 18.5 متر. هاي احنا الفرطة دائري؟ هو انا ايه فرطة اللي هستخدمها دائري. نعم، طلع عندي الدايميتر مال هذا الخزان حدود 18.5 متر. زين، هسا اجي احسب الفوليوم. الفوليوم شي يساوي؟ تصريف في الديتيشن تايم، الكيو في الديتيشن تايم، التصريف في زمن المكوث. وبنفس الوقت شي يساوي؟ المساحة السطحية في عمق الخزان، المساحة السطحية في عمق الخزان، واضح؟ زين، الكيو هو ايش قد قلنا؟ 10000 متر مكعب بير داي، اقسمه على 24 ايش راح يصير؟ بير اور، بير اور 10000 متر مكعب بير اور ملتبلايد بالديتيشن تايم، هو منطيني 2 اور. المن يساوي؟ يساوي المساحه السطحيه في شنو؟ في الاتش ديتيشن تايم 2. بالضبط بالضبط. زين، من خلال هذه المعادلة 37 راح أحصل في الاتش يساوي 10000 على 24 في الاريا. بس لحظة، الكيو في الديتيشن تايم، الكيو هو ايش قد؟ ان 10000 على 24 حولته الى اور، في 2 اور، هذا الكيو في الديتيشن تايم. زين، المساحة السطحية في الاتش هذه ليش 37؟ 270 المساحة السطحية عندي 270، 270 هاي المساحة السطحية في الـ H، 270 في الـ H
تساوي الكيو في ديتيشن تايم 10,000 على 24 في 2، اللي حطلع قيمة ال H يساوي 3.1 متر. هذا عمق الخزان. خلي أحسب، بس خلي أحسب. عشرة آلاف تقسيم 24 في 2، 833 تقسيم، عفوا تقسيم 270، يطلع عندي 3.1. مضبوط، تقسيم 200. أوكي طلع واضح دكتور. أوكي دكتور، هذه هنا هي، خلينا نسويها هيك. يؤدي إلى، هذا معناته يؤدي إلى أن قيمة الإش أو عمق الخزان تساوي 3.1 متر. زين، هسا أجي أحسب من وين؟ أحسب الهايدروليك لودينج وير، حمل هالدار الخروج اللي هو شو يساوي؟ يساوي التصريف على طول هالدار الخروج على الوير لينك. التصريف هو 10,000 متر مكعب بير داي. طول هالدار الخروج شو يساوي؟ أول شيء الخزان شو هو؟ محيط، قلنا محيط الدائرة يساوي لنا باي. بما أنه هو دائري، إذا محيط الدائرة راح يكون باي في 18، باي دي معناته راح يصير باي دي محيط الدائرة، باي في 18.5، راح يطلع عندي الهايدروليك لودينج وير 172 متر مكعب لكل متر بير دي، وهو ضمن المحددات التصميمية. أوكي، خلي أجهز أشيك أشوف إذا استخدمت خزان مستطيل وليس خزان دائري. في ريكتانجولار تانك، اذا استخدمت خزان مستطيل، راح افرض اني اجي اسوي اسيوم انه الويث عرض الخزان يساوي 10 متر. زين، معلوم عندنا انه السيرفيس اريا هي الطول في العرض. السيرفيس اريا استخرجناها سابقا تساوي 270 متر مربع. العرض اني فرضته 10، راح استخرج طول الخزان. طلع عندي طول الخزان قد يساوي 27 متر. اجي هسه اسوي تشيك الهايدروليك لودينج وير يساوي الكيو على الوير لينكث 10,000. الوير لينكث بهذه الحالة إذا هو مستطيل إيش راح يساوي؟ الطول مربع العرض يساوي عرض الخزان، يساوي عرض الخزان. أوكي، إيش قد طلع عندي الهايدروليك لودينج وير؟ 1000 متر مكعب لكل متر بير داي. تو ماتش، كلش عالي، أكثر من المحددات التصميمية. المحددات التصميمية تقريباً بحدود ال 200 متر مكعب لكل متر بير داي. زين، هذا شنو معناته؟ ايش راح يصير عندك؟ راح تزيد السرعه الافقيه، بالتالي راح ما تترسب المواد الغير احسنت. راح تزيد معناته عندك السرعه الافقيه في خزان الترسيب، فبالتالي ما راح تصير عندك عمليه ترسيب بصوره جيده. زين، هسه انا ايش اسوي بهذه الحاله؟ اذا عندي طلع الهدار الخروج غير كافي، لازم ازيد الطول مال الهدار. زين، لازم ازيد الطول مال هدار الخروج. شلون بزيادة العرض؟ بزيادة العرض او استخدم عدد يعني؟ لا، انا ما اقدر اتلاعب بعرض الخزان. عمق العرض الخزان راح يبقى ثابت 10 متر، ما راح اقدر اتلاعب بزيد دي. العدد، قلنا لكم عندنا طريقتين او الفي نوتش. احسنت. الطريقه الاولى، يا اما اجي استخدم في نوتش على طول عرض الهدار واجي احسب طول المسار اللي حيخرج منه الميغا، أو الطريقة الثانية اللي تستخدموها أنتوا دائماً أو عادة بالأسئلة أو بالأمثلة اللي تجيكم، هي باستخدام شنو؟ أكثر من قناة لخروج المياه أو أكثر من وير. فبهذه الحالة، هذه الحالة إيش راح أسوي أنا؟ In this case we use two weirs at the end of the tank plus the final wear. يعني شنو؟ يعني أنا بالبداية كان عندي وين الوير مال الخروج؟ كان عندي بس هذا الوير، هذا فقط. بتشوفون هاي القناة؟ نعم. اللي هي قد عرضها؟ عرضها 10 متر، عفوا طولها 10 متر، اللي هو عرض الخزان. وشفنا انه هذه غير كافيه، فلذلك ايش راح اسوي يعني؟ بالاضافه الى هذه القناه راح اجي اضيف قناتين، هذه قناه وهذه قناه اخرى. هذه وين هنا من دي تشوفوها بالسايد فيو، من خلالها يخرج المياه منين؟ من هذا الجانب ومن هذا الجانب. هنا تخرج المياه من هاي الجانب ومن هاي الجانب، بالاضافه الى القناه الرئيسيه. فمعناته ايش راح يصير عندي؟ ايش قد راح يصير عندي طول الوير في هذه الحاله؟ اللي هو طول المسار اللي من خلاله راح تخرج المياه من الخزان. زين، راح تصير طول هذه القناة من هذا الجانب وطولها من هذا الجانب،
طول هذه القناة من هذا الجانب وطولها من الجانب الآخر، وكذلك القناة الرئيسية بجانب واحد. فإذا راح يصير الوير لينث هو summation length of each side of the weir. فإذا حصل عندك هو شقد الطول الرئيسي؟ 10 10 متر. كم جانب عندي من عنده يدخل المياه؟ هذا واحد، هذا اثنين، ثلاثة، أربعة، وهذا واحد، خمسة. 10 في 5 راح يطلع عندي شقد الوير لينث؟ يساوي 50 متر. إذا هسه الهايدروليك لودينج وير اللي هو يساوي الـ Q على الوير لينث 10,000 على 50 ويساوي 200 متر مكعب لكل متر بيردي، واللي هو ضمن المحددات التصميمية. أوكي طلاب؟ دكتور هاي ما فهمتها مال اللينث سايد. بداية احنا عندنا قناة واحدة اللي هي هذه القناة دا تشوفها؟ نعم. ايش قد طول هذه القناة؟ 10 10 عرض 7 7 هو طول اي طول قناة 10 واللي هو يساوي عرض الخزان. زين شفنا انه هذا الطول 10 متر هو غير كافي لتحقيق المتطلبات التصميمية. زين فاحنا جينا سوينا هاي القناة بالسايد فيو دا تشوفها؟ نعم. ضفنا إضافة إلى هذه القناة جيت ضفت قناتين two weirs، هذه قناة وهذه قناة بنفس الخزان. هذه وين موجودة؟ موجودة على سطح الخزان. من خلالها إيش راح يصير؟ المي هذه المياه السطحية اللي مال الخزان راح تجي وين؟ تخرج من هذا الجانب وكذلك من هذا الجانب. تشوفها من ناحية داخلة من جانبين، من الجانب الأيسر ومن الجانب الأيمن، ده تدخل إلى هذه القناة. دكتور يعني خلي لها شكل حرف V؟ لا 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 هاي بدون في نوتش، هاي بدون في نوتش، مجرد عبارة عن قناة مستطيلة تشوفها؟ نعم. المياه راح تدخل من هذا الجانب وراح تدخل من هذا الجانب. فإذا طول المسار اللي تدخل به القناة المياه إلى هذه القناة ايش قد راح يكون؟ هو 10 10 من هذا الجانب، وعندي 10 أخرى من الجانب الآخر للقناة الواحدة. المياه تدخل للقناة الواحدة من جانبين، جانب أيسر وجانب أيمن. هذا السهم يمثل لك مسار دخول المياه إلى هذه القناة، ده يدخل من الجانب الأيسر وده يدخل كذلك يمين من هذا الفراغ. هذا فراغ هنا بين قناتين اللي هو هذا الفراغ بمياه، ده تدخل المياه كذلك من هذا الجانب. وبنفس الوقت عندك قناة أخرى هذه هنا اللي هي هذه وينها، ده تدخل إلها المياه ماتين من جانبين، من الجانب الأيسر ومن الجانب الأيمن. فإذا هذا طول المسار، هذه 10 وهذه 10 20 وهذه 10 30 وهذا الجانب الآخر 10 40، بالإضافة إلى الرئيسية اللي هي جانب واحد فقط 10، إذن راح يكون 50 متر. واضح؟ دكتور يعني نقدر نستخدم ثلاث قنوات؟ تقدر تستخدم تقدر تستخدم ثلاث، شلون يعني ويا رئيسية؟ يعني تضيف بعد قناة ثالثة؟ لا لا هاي الرئيسية هاي الأخير آخر واحدة. هذه؟ خامسة. إي يعني إحنا بكيف يعني نختار عدد؟ انت مو كيف تختار عدد، اكو محدد تصميم بحيث هاي المسافه الافقيه لازم ما تتجاوزها. هسه بعدين اعطيكم اياها، ادز لكم اياها. هاي بتشوف هاي المسافه الافقيه اللي تخلي بي المكان اللي تخلي بي القنوات اللي يخرج من عندها المياه. لان يعني ما معقوله اخلي هذه القناه اخليها مثلا في منتصف الخزان. اذا اخليها في منتصف الخزان انا عندي بعد هواير سسبندد سوليد ما مترسبه. نعم. فلازم وين تكون دائما بالثلث الاخير من الخزان اللي في هذه المنطقة، هذا الثلث الأخير من الخزان. أوكي زين دكتور، هسه على شنو نستند إنه على العدد مال يعني نظل ثابتين على هاي اللي بالمثال؟ لا أنت ما تظل ثابت على هاي بالمثال، احتمال يكون يكفيك تضافة قناة واحدة في مثال آخر، احتمال تكفيك قناة واحدة. فش لح يكون اللينكث إذا ضفت قناة واحدة؟ في ثلاثة، في ثلاثة لح يصير 30، الجزء 30 تكفيك. نعم. فأنت تشيك إلى أن يحقق لك المطلب مالتك أنه يكون أصغر من 200 متر مكعب لكل متر بيردي. نعم. أوكي. 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 زين. شنو من عندك بعد؟ نرجع على المثال مالتنا. Also find the settled suspended solid and effluent sludge. If the effluent suspended solid 2000 milligram per liter. يريد من عندك كمية المواد الصلبة العالقة اللي راح تترسب واللي راح تخرج من الخزان، ومعلوم عندك تركيز السسبندد سوليد الداخل. زين هذا شلون احسبها؟ التركيز بالحمل، في الحمل اجي اشوف الحمل الداخل ايش قد. الحمل الداخل اللي هو عبارة عن شنو؟ the influent suspended solid load حاصل ضرب تركيز suspended solid concentration في التصريف.
2000 ملي جرام بير لتر، واللي هي قلنا شو تساوي؟ نفسها تساوي جرام للمتر المكعب. التصريف 10000 متر مكعب بير دي. بعدين احول شنو؟ احول الجرام المن احوله الى الكيلوغرام، فاقسمه على الف، راح تطلع عندي الحمل الداخل قد يساوي 20000 كيلوغرام بير دي. زين، اذا هذا الخزان راح يدخله باليوم ال 21000 كيلوغرام بير دي. زين، انا من جيت صممته على اساس انه يحقق لي نسبه ازاله قد 60%. لازم تترسب. فاذا 60% في هذه ال 20000 ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني اللي ترسبت. اللي ترسبت، اذا ذا سيتل سسبندد سوليد هي 20000 الحمل الداخل في 60% في 0.6 راح تعطيك المترسب اللي هو ايش قد؟ 12000 كيلوغرام بير دي. المتبقي المترسب يعطيني اللي خرج. احسنت، الداخل ناقصا المترسب ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك ذا افلوينت سلاج، الحمل اللي راح يخرج من الخزان، راح يطلع عندك 8000 كيلوغرام بير دي. اوكي اوكي دكتور. يصير نضرب 0.44% في 20000، هو المتبقي بالضبط. زين، نجي ناخذ مثال اخر. اويس ووتر كونتيننج 250 ملغ بير لتر سسبندد سوليد. هاي شنو معناتها 250 ملغ بير لتر سسبندد سوليد؟ مو كميته تركيز، ليست كميه وانما تركيز. تركيز السسبندد سوليد الداخل هو 250 ملغ بير لتر. زين، دي 200 ملغرام بير لتر بي او دي، وكمية البي او دي هي 200 ملغرام بير لتر. passes through a primary sedimentation tank of surface area 500 متر مربع، تمر من خلال خزان ترسيب أولي المساحة السطحية إلى تساوي 500 متر مربع. the flow التصريف يساوي 10 في 10 أس 3 متر مكعب بير دي. estimate the effluent suspended solid and بي او دي. شو يريد من عندك؟ يريد من عندك تحسب كمية السسبندد سوليد اللي راح يخرج من الخزان، وكذلك البي او دي اللي راح يخرج من الخزان. ما هي طريقة الحل؟ دي هيش نوع من الأسئلة. من خلال المتطلبات ايش اقدر احسب؟ البي او دي منطينا ال منطيك تركيز ملوثات داخله ومنطيك تصريف، اذا ايش تقدر تحسب؟ فاكتور اللود بالضبط. حمل الداخل تقدر تحسب اللود او الحمل للداخل سواء للسسبندد سوليد او سواء المن للبي او دي. مضبوط. زين، بعد ايش نقدر نحسب؟ عندي تصريف وعندي سيرفس اريا. اس او ار. احسنت، نقدر نحسب الاس او ار، السيرفس اوفر فلو ريت، اللي هو شو يساوي؟ حاصل قسمه الكيو على السيرفس اريا. زين، هسه صار عندي معلوم الاس او ار. زين، اذا معلوم عندك الاس او ار من خلال المخطط السابق او الفيجر اللي اعطيتكم اياه هذا، اذا معلوم عندك الاس او ار ايش تقدر تحسب؟ نسبه الازاله. احسنتي، نقدر نحسب نسبه الازاله سواء للبي او دي او سواء للتوتال سسبندد سوليد. زين، هسه حسبنا نسبه الازاله وعندنا الحمل الداخل، ايش اقدر احسب؟ البي او دي. شنو البي او دي؟ اقدر احسب الداخل المواد المترسبة وكمية المواد الخارجة. نحل السؤال عندي. فإذا الخطوة الأولى أجي أحسب S O R Q على السيرفس أريا، 10 في 10 أس 3 هذا اللو الكيو على 500 هي السيرفس أريا، طلع عندي S O R قد يساوي 20 متر مكعب لكل متر مربع بير دي. زين، راح نجي على هذا الفيجر أجي أشوف إيش قد S O R 20، اسقط على البي او دي المخطط مال البي او دي، انتقل بعدين على الواي اكسس، راح يعطيني نسبه ازاله البي او دي. راح تطلع عندي نسبه ازاله
البي او دي بحدود شقد تقريبا 39%. اكمل على الكير مالمن مال تي اس اس، هذا اول واحد مال البي او دي، والثاني مال سسبندد سوليد. اكمل على مال سسبندد سوليد، لا حسب نسبه ازاله السسبندد سوليد تطلع عندي شقد بحدود 78%. فاذا من خلال هسه الاس او ار اللي راح اصمم على ضوء اني او تم تصميم على ضوئه الخزان الترسيب، فهذا خزان الترسيب يحقق لي نسب ازاله تساوي 78% فيما يخص السسبندد سوليد و39% فيما يخص البي او دي. زين، احنا نعرف انه نسبه الازاله او الريموفال تساوي سي الداخل ناقصا السي الخارج على السي الداخل في 100%. او مثل ما انا حليت المثال، اجي احسب الحمل الداخل اللي هو عبارة عن تركيز في تصريف، اضربه في 0.78 فيما يخص السسبندد سوليد راح يعطيك كمية المواد المترسبة. الفرق بيناتهم راح تعطيك كمية المواد الخارجة. البي او دي كذلك اضربه في 0.39 راح تعطيك كمية المواد المترسبة، والفرق بيناتهم راح تعطيك كمية البي او دي الخارج. بس هذا ايش ينطيك؟ ده ينطيك لود حمل، يعني حمل داخل وحمل خارج. هو شو يريد من عندك؟ يريد من عندك تركيز خارج، هو مطني تركيز داخل ويريد من عندي تركيز خارج. نفس الشيء عندنا ديسشارج. احسنت، عندك ديسشارج، اقسم هذا اللود على الديسشارج راح ينطيك من الجرام بير لتر. او تجون تطبقون هذه المعادله، الريموفال يساوي تركيز الداخل ناقص التركيز الخارج على تركيز داخل في 100. فيما يخص السسبندد سوليد، ايش قد نسبه الازاله يحققها الخزان؟ 78%. اذا 0.78 تساوي التركيز الداخلي سسبندد سوليد 250 ناقص التركيز الخارج اني اريده سسبندد سوليد اوت ديفايدد على سسبندد سوليد ان 250 راح يعطيني سسبندد سوليد اوت 55 ملي جرام بير لتر. فيما يخص البي او دي، نسبه الازاله اللي حققها هو 0.39، التركيز الداخلي 200 ناقص التركيز الخارج اني اريده على التركيز الداخل 200 راح يعطيني التركيز الخارج بي او دي اوت يطلع عندك 122 ملي جرام بير لتر. فاذا عندك طريقتين، يا اما هاي الطريقه او الطريقه اللي شرحتها هسه من خلال اللود. اوكي دكتور. اوكي دكتور، واضح للجميع طلاب؟ جيد، ماكو اجابه، اذا انا اتمنى انه تكون انه كل شيء واضح. نجي على السؤال الآخر. Two primary settling basin. ده تشوفون هذه هنا عندني مرات نكتب sedimentation tank، مرات نكتب settling، مرات نكتب clarifier. أنت من تشوف قدامها primary، إذن هذه معناتها كليتها معناتها واحد. Primary sedimentation tank، primary settling tank، primary clarifier basin، كليتها تعني واحد، خزان ترسيب أولي. أوكي؟ فهنا عندني 2 primary settling basin R 26 متر in diameter with 2.1 meter side water depth. يعني الدايميتر مع القطر الواحد جد يساوي 26 متر، والهاي 2.1 متر شو تمثل؟ side water depth depth مالته عمق الخزان. هي صراحة اي اوكي، هي نعم خلينا نقول عمق الخزان، بس هي صراحة مو عمق الخزان، وهي انما عمق المياه في داخل الخزان. لان احنا المفروض عمق المياه في داخل الخزان ما تكون يعني بقد عمق الخزان. يعني هسه هنا جد عندي 2.1، هذا شنو معناته؟ معناته تقريبا عمق الخزان بحدود 2.5. يعني بس هاي ملاحظة لكم خلوها ببالكم، انه عمق المياه في داخل الخزان دائما شي يكون اقل من عمق الخزان، حتى اسمح شنو، اسمح انه اسوي عمليه قشط للسكيوم للرغوه اللي راح تصير على سطح الخزان. Anyway, single effluent weirs are located in the peripheries of the tank. اذا بما انه هو خزان دائري، فالهدار الخروج هو ايش راح يكون بهذه الحاله؟ راح يكون هو محيط الخزان. اوكي، for a wastewater flow of 26000 متر مكعب per day، كمية التصريف هو 26000 متر مكعب باليوم الواحد. So calculate the overflow rate أو service overflow rate، هذا يهمنا the same، يعني أما overflow rate أو service overflow rate أو surface loading rate، هاي كلها ثلاث مصطلحات
تعني واحد اللي هي الكيو على السيرفيس اريا، وكذلك الديتينشن تايم والوير لودينج. زين هسه المعطيات اللي هو منطيني اياها، منطيني تصريف، منطيني تو خزان خزانين، منطيني الدايمتر مال الخزان الواحد، ومنطيني خلينا نقول عمق الخزان الواحد. هسه يريد من عندك الاوفر فلو ريت. الاوفر فلو ريت شو يساوي؟ التصريف على المساحة السطحية. التصريف على المساحة التصريف السطحية، والمساحة تعتبر مساحة دائرية، مطينا القطر يعني باي في دي تربيع على 4، أطلع الأسو آر. بالضبط أحسنتي. أجي أحسب المساحة السطحية السيرفس أريا إيش لح تكون؟ نا هي اللي هي باي دي سكوير على 4 أو باي آر سكوير. بس أنا شو عندي كم خزان؟ 2 خزانين. إذن في 2 راح تطلع عندك المساحة السطحية الكلية يعني مالت الخزانين 1050 متر مربع. زين نجي هسه احسب الفوليوم اللي هو شو يساوي؟ يساوي المساحة السطحية الفوليوم شو يساوي؟ يساوي ان اريا سيرفيس في منو في الدي في عمق المياه اللي هو عمق المياه، ويساوي 1060. ليش هذه 1060؟ 1050 اخف هذه 1060 اللي احسبها. سكوير في 3.14 في 2 تساوي بحدود 1060 تقريبا، ليست 1050، هذه 1060 متر مربع. الفوليوم هو سيرفس اريا في الديبث، يطلع عندك بحدود 2230 متر مكعب. زين هسه اجي احسب الاس او ار. اس او ار كيو على السيرفس اريا 26,000 متر مكعب بيردي من طنياها، سيرفس اريا استخرجتها 1060، هيطلع عندي الاس او ار يساوي 24.5 متر مكعب لكل متر مربع بير داي. زين الديتينشن تايم، الديتينشن تايم شلون احسبه؟ الفوليوم على التصريف. الفوليوم على التصريف ديتينشن تايم يساوي فوليوم ديفايدد باي كيو، ويساوي فوليوم 2230 تصريف 26,000، احول من الداي الى اور اقسمه على 24 هذا، فايش راح تصير عندي 2.1 اور، زمن مكوث المياه تساوي 2.1 اور. مطلب الثالث الوير لودينج، يريد من عندي الوير لينكث شو يساوي؟ محيط الدائره التصريف يساوي على محيط الهدار، يساوي لنا باي دي اللي هو محيط الدائره او محيط الخزان. عندي خزانين اني، فاذا الوير الكلي فيه 2 راح يطلع عندي الوير لودينج هو عبارة عن الكيو على الوير لينك 26,000 على 2 في 3.14 في الدي هو 26، يطلع عندي جدي يساوي 159 متر مكعب لكل متر بير دي، واللي هو أصغر من 200 متر مكعب لكل متر بير دي. أوكي طلاب؟ أوكي دكتور. أوكي دكتور. الوير لودينج هو نفسه HLW هيدروليك لودينج وير. الوير لودينج هو الهيدروليك لودينج وير نفسه ال HLW. هيدروليك لودينج وير. أوكي. أوكي طلاب. اوكي راح انزل لكم اياه هذا هسه كبي دي اف، هذا منا عندكم هوم وورك مطلوب من عندكم تسلمون اياه. ديزاين ا برايمري كلاريفاير، البرايمري كلاريفيكيشن بيزن فور ان افريج ويست ووتر فلو اوف 7500 متر مكعب بير داي وذ ا ماكسيمم اوف 18000 متر مكعب بير داي اند مينيمم اوف 4000 متر مكعب per day. عندك تسوي تصميم لخزان ترسيب أولي. الـ average wastewater كمية تصريف as average هي 7500 متر مكعب باليوم، وعندي maximum يعني معناته متغير متذبذب، الماكسيمم يوصل إلى 18000 والمينيمم يوصل إلى 4000 متر مكعب per day.
Use at least two basins, استخدم على الأقل خزانين ترسيب, and design for an estimated BOD removal of 35% at peak flow with all basins in operation. يعني من تجي تصممه أنه هاي الخزان خزانين يحقق لك نسبة إزالة للـ BOD 35% أش وقت عندما يكون التصريف peak maximum, يعني عندما يكون التصريف على الماكسيمم. هاي الحالة الأولى, وأن يحقق لك 30% نسبة إزالة كذلك من الـ BOD هم كذلك at peak flow, بس من يكون عندك one basin out of service, يعني واحد من الخزانات تسوي له صيانة وعندك خزان واحد فقط يشتغل. بعدين what is the efficiency at other flow conditions, أريد كذلك تحسب لي نسبة الإزالة بال other flow conditions, يعني من يكون average ومن يكون minimum. أوكي أوكي دكتور. جيد, خلي أطفي التسجيل حتى أخذ الحضور معكم.